السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قام الرسول صلى الله عليه وسلم في العام العاشر من الهجرة بحجة الوداع، وفي يوم النحر خطب الرسول صلى الله عليه وسلم في جموع المسلمين خطبة عظيمة، واللي جمع فيها الوصايا لأمته. ومن وسط هذه الوصايا قال صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وعجبا لمن يصبر عن الأكل والشراب والنساء في نهار رمضان، ولا يصبر عن أكل أموال الناس بالباطل. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ولا تأكلوا ولا يأخذ بعضكم مال بعض بالباطل، فلا يحق لأحد أن يأخذ مال أحد بغير وجه حق. والمال إما أن يؤكل بالحق وإما أن يؤكل بالباطل. يؤكل بالحق بالبيع والشراء والتجارة والميراث، ويؤكل أحيانا بالباطل كالغصب والسرقة والرشوة والربا والقمار. وهناك من يغش في البيع والشراء، وهناك من يأكل مال اليتيم، ومن يأكل مال الأجير، وهناك من يأكل أموال الزكاة والصدقات والأوقاف بالباطل، وهناك من يستبيح المال العام، وهناك من يخون الأمانة، ومن يستدين من الناس ثم يرفض رد الدين، وهناك من يأكل الميراث، وهناك الكثير والكثير. وهل هناك من يأكل ماله؟ من يستبيح مال الغير يستبيح الغير ماله. والمسلم الحق يحترم مال أخيه كما يحترم ماله. وأحيانا يحصل نزاع ويصل الأمر إلى أبواب المحاكم، وفي ساحة العدل والقضاء يقف الجميع. فإن كان القاضي عادلا يسأل عن البينة والحجة وعن الشهود، ولأن المال بعيد كبعد الماء في البئر، فيدلي من أراد أكل المال بالباطل بدلوه، فيدلي دلوه بالكذب وشهادة الزور والحجج الباطلة. والحاكم لا يحكم إلا بالأدلة والقرائن وبما يسمع من الشهود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. وإن كان القاضي من قضاة السوء يدلي من أراد أن يأكل أموال الناس بالباطل بالرشوة في دلوه. وإن كانت الرشوة محرمة في كل حال، فإنها أكثر حرمة في القضاء والحكم. ولذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. لتأكلوا فريقا وطائفة ونصيبا من أموال الناس بالإثم والباطل، وأنتم تعلمون أن ذلك محرم عليكم، وأنه باطل، وأنكم مبطلون. وحكم الحاكم ملزم في الظاهر، لكنه لا يغير الباطل إلى الحق، فلا يحل حراما ولا يحرم حلالا. وما السبيل لمن أكل أموال الناس بالباطل إن أراد أن يتوب؟ يجب عليه أولا التوبة إلى الله مع العزم على عدم العودة إلى ذلك مرة أخرى، ثم يجب عليه بعد ذلك رد الحقوق إلى أصحابها وطلب العفو والصفح منهم إن أمكن. فإن لم يتيسر ذلك، وجب عليه أن يتصدق بتلك الأموال في أوجه البر والخير، وأن ينوي الثواب لأصحاب المال. جزاكم الله خيرا. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم
تَعْلَمُونَ.